تطل العزم بتيا أتخلص من خمولي وأراني كالثريا يا أخي شد الهمة واخطو خطوة نحو القمة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى نبدأ الخطوة الخامسة والحلقة الخامسة من برنامجكم خطوة إلى القمة. في البداية أرحب بكم وأرحب بالسادة المشاهدين، وسنبدأ هذه الحلقة بقصة، وهي قصة طباخ حكيم مع ابنه. يحكى فيما يحكى أن هناك طباخ كان معروفا بالحكمة وكان له ابن. هذا الابن واجه في حياته العديد من المشاكل، وكان كلما خرج من مشكلة أو أزمة دخل في مشكلة أو أزمة أشد تعقيدا. ذات يوم ذهب إلى والده وشكى له من هذه الأزمات ومن هذه المشاكل المتلاحقة التي تلاحقه في كل حين. أخذ الطباخ الحكيم الابن إلى المطبخ وذهب به إلى هناك، وهناك أخذ جزرة وبيضة وحبات من البن، وضع هذه الأشياء الثلاثة في نار مغلي تغلي وتركها تنضج دون أن يتحدث، وبعد وزاد إليها بعض قطع السكر. بعد وقت التفت إلى الولد وقال له: ماذا لاحظت؟ قال: لم ألاحظ شيئا مذكورا سوى أن البيضة أصبحت، هي كانت لينة أصبحت قاسية من الداخل، الجزرة كانت لينة ولكنها أصبحت أشد قسوة، بينما حبات البن قد اختلطت بالماء وبدلت لونه. قال له أيضا: هكذا هي الناس وهذا هو تعاملها مع المشاكل، الكثير من الناس كالبيضة، قد تعتقد في البداية أنه لينا أنه طيبا من الداخل وأن له قشرة تحميه من الهموم والمشاكل، ولكنه كلما واجه مشاكل فإذا به يتغير وإذا به يقسو من الداخل ويبدأ يعيش مرارة من الداخل كما تقسو البيضة. نحن هنا نشبه الماء المغلي بالتحديات والمشاكل التي نواجهها في الحياة. وبعض الناس أيضا، وهذا الكثير من الناس كالجزرة، عندما تراه من الخارج تقول هذا صلب، هذا فيه صلابة كالجزرة، ولكنه عندما يتعرض لأول مشكلة، عندما يتعرض لأول تحدي فإذا به ينتقل من الصلابة إلى أن يصبح رخوا ضعيفا لينا. هذا أيضا يحدث مع الكثير من الناس، ولكن هناك قلة وهي قليلة جدا كحبات البن، بدلا من أن يؤثر فيها الماء المغلي هي تؤثر في الماء المغلي. هذه الطائفة بدلا من أن تؤثر فيها المشاكل بشكل سلبي هي تستثمر المشاكل وتحولها إلى شيء إيجابي. حبات البن اللي هي نسكافيه حولت الماء إلى طعم لذيذ. أيضا كثير قلة من الناس، ونريد أن نكون نحن هنا منها، وللصعود إلى القمة لا بد أن نكون منها، هي التي تستثمر المشاكل وتحولها إلى شيء إيجابي. إذن حلقتنا لهذه الليلة تحت عنوان استثمار المشاكل. سنحاول في هذه الخطوة أن نضع آليات، تقنيات، مهارات تمكننا من كيف نستثمر المشكلة ونحولها إلى شيء إيجابي في حياتنا. أولا لنعرف المشكلة. نحن قلنا في هذا البرنامج بأننا سنعتمد على تعريفات بسيطة ومبسطة، ولكنها أيضا نحاول أن تكون فيها نوع من العمق ونوع من الدلالة. نحن هنا سنعرف المشكلة بأنها كل ما يعيق تحقيق ما تسعى إليه، وهذا العائق قد يكون ماديا، قد يكون معنويا، قد يكون نفسيا، قد يكون أي شيء آخر. المهم أن كل ما يعيق ما تحقيق كل ما يعيق ما تسعى إلى تحقيقه هذا نعتبره مشكلة. لماذا التدريب على المشاكل؟ على حل المشاكل. التدريب على المشاكل أولا يساعدنا على تطوير العمل وتحسين الأداء، أيضا يوفر لنا الجهد والوقت، فنحن نعيش في زمن لم نعد نتحكم في الوقت ونحن نحتاج للوقت. وعندما نتدرب على المشاكل فإننا يمكن أن نتحكم في وقتنا بدلا من أن نضيع الوقت
في حل المشاكل، تكون لدينا تقنيات واضحة، تكون لدينا خبرات واضحة، تكون لدينا استراتيجيات واضحة للتعامل مع كل المشاكل التي تواجهنا، وبالتالي فإننا نستثمر وقتنا أحسن استثمار. وكما قلنا في الحلقة السابقة، فإنه من أجل الوصول إلى القمة لا بد من التركيز على الأولويات، وبالتالي التدرب على المشاكل على حلها يجعلنا نربح شيئا من الوقت يمكن أن نخصصه للأولويات التي نسعى إلى تحقيقها في الحياة. أيضا التدريب على حل المشاكل يساهم في التعزيز من الثقة بالنفس، وقلنا بأنه من أجل أن تصعد إلى القمة في حلقة سابقة لا بد أن تكون واثقا بنفسك. أنواع المشاكل، هناك رسم ساهر على الشاشة يحدد أنواع المشاكل. المشكلة إما أن تكون متفاقمة، إما أن تكون ثابتة، إما أن تكون متلاشية. هنالك مشاكل تتلاشى، هنالك مشاكل ثابتة لا تزيد ولا تنقص، ولكن هناك مشاكل وهذه هي الأكثر تتفاقم. إن لم نحلها في البداية فإنها تتفاقم وتتضخم حتى تصل إلى مستويات لا يمكن أن نتعامل معها. أيضا يمكن أن نقسم المشاكل بعدة تقسيمات أخرى، أي فمثلا يمكن أن نتحدث عن مشاكل مفاجئة وأخرى متوقعة، وهذه التعامل معها أيضا يختلف. التعامل مع مشكلة مفاجئة ليس كالتعامل مع مشكلة كنت تتوقعها. أيضا يمكن أن نقسم المشاكل من حيث أن بعضها يتكرر وبعضها نادر للحدوث. يمكن أن نقسم أيضا المشاكل أنها قد تكون فردية وقد تكون عامة، يعني تتعلق بمجموعة من الناس. يمكن أن نقسمها أيضا من حيث أنها قد تكون مشكلة حديثة وقد تكون مشكلة قديمة، ويمكن أخيرا أن تكون مشكلة خطيرة ويمكن أن تكون مشكلة غير خطيرة. لكن التقسيم الأشهر المعتمد والذي كثيرا ما يتم الحديث عنه هو أنها تقسم إلى نوعين، مشكلة مفتوحة ومشكلة مغلقة. المشكلة المفتوحة ونقصد بالمشاكل المفتوحة هي تلك المشاكل التي ليس لها حل واضح وليس لها جواب محدد، وهذه جل المشاكل هي من هذه الطبيعة. بينما المشكلة المغلقة هي مشكلة لها حل واحد ولها طريقة واحدة للحل. وعلينا أن نتكرر دائما بعض المعلومات والله بعض النقاط الأساسية التي يجب أن نتذكرها في بداية هذه الحلقة. أولا علينا أن نتذكر دائما بأنه لا حياة بدون مشاكل، لا حياة بدون مشاكل. لمن لا يريد أن يواجه مشكلة عليه أن يبحث عن كوكب آخر يعيش فيه، حتى إن ذهب إلى كوكب آخر فربما تكون المخلوقات هناك أيضا تعاني من مشاكل. لا يمكن أن نعيش حياة بدون مشاكل. وأكبر مشكلة يمكن أن يواجه واحد منا هي أن يتخيل بأنه يمكن أن يعيش حياة بدون مشاكل. هذه أكبر مشكلة يمكن أن نواجهها. المعلومة الثانية والنقطة الثانية، تزداد المشاكل بازدياد العمل. كلما زاد العمل كلما زاد العطاء فإن المشاكل تزداد. الشخص الذي لا يخطئ هو الشخص الذي لا يعمل، أما الشخص الذي يعمل فهو معرض دائما للأخطاء ومعرض دائما للمشاكل. النقطة الثالثة، كل الناس تتعرض لمشاكل، هذه أيضا علينا أن نؤمن بها. الفقير، الغني، المتعلم، الجاهل، الكبير، الصغير، الذكر، الأنثى، كلها الشباب الصغار، كل هؤلاء الكبار، كل هؤلاء يعانون من المشاكل. الفقير قد يعتقد بأن الأغنياء لا يعانون من المشاكل، والأغنياء قد يعتقدون بأن الفقراء لا يعانون من المشاكل، ولكن الحقيقة أن كل هؤلاء لهم مشاكل. طبعا قد تختلف المشاكل من فئة إلى فئة، من شريحة إلى شريحة، من جنس إلى جنس، لكن الكل لديه مشاكل. النقطة الرابعة، وجود المشاكل لا يعني نقصا، لا يعني نقصا في شخصك، لا يعني نقص، لا ينقص من قيمتك أن تكون لديك مشاكل. النقطة الخامسة، المشاكل تتحدد إلى المشاكل تتجدد، المشاكل تتجدد. بعض الناس يعتقد بأنه لا حل مشكلة بأنه لن يجد مشكلة أخرى. كلما أنهيت قمت بحل مشكلة فستولد مشكلة أخرى، المشاكل تتجدد دائما. النقطة السادسة، من المهم
أن تحل المشاكل، لكن الأكثر أهمية أن تتدرب على حلها، أن تتدرب على حل المشاكل، وأن تكون لديك استراتيجية واضحة لحل المشاكل. هذه أهم من حل المشكلة. النقطة التي تلي ذلك، إنما يزعج بعض الناس ليس المشكلة وإنما نظرتهم لتلك المشكلة. في بعض الأحيان قد لا تكون المشكلة هي المشكلة، ولكن نظرة الشخص لتلك المشكلة هو الذي يعتبر المشكلة في حد ذاته. النقطة التاسعة، الكثير من المشاكل يميل إلى التضخم والتفاقم، وهذا قلناه. الكثير من المشاكل يميل إلى التضخم والتفاقم، أي أنه يزداد، وبالتالي من المهم أن تحل المشكلة في بدايتها قبل أن تتضخم وقبل أن تتفاقم. 10، التعايش مع المشكلة قد يكون مطلوبا في بعض الأحيان. في بعض الأحيان قد يطلب منا أن نتعايش مع المشكلة. مثلا الشخص لا قدر الله عمل حادثا وأصيب بالشلل، هذا الشلل لا علاج له، عليه أن يتعايش مع المشكلة، لا أن يبحث، لأنه من أجل الراحة النفسية ومن أجل أن يعيش حياة طبيعية. هناك عدة خطوات لحل المشاكل. قبل الحديث عن هذه الخطوات، هل فيكم من عاش مشكلة وتمكن من حلها كمثال؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لدي تجربة قصيرة مع ما يتعلق بالمشاكل. عندي كتاب ربما يعرفه البعض يسمى الطريق الذكي لدخول الإعدادية، كتاب خاص بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. عندما بدأت في تأليف هذا الكتاب اضطررت إلى أن أعمل هذا الكتاب برفقة زميل لدي عنده وراقة، ولكن بعد أن خرج الكتاب وأصبح لا بد من أن تسحب منه نسخ متعددة، شكى هذا الصديق من الكتاب، وقال أن الكتاب أصبح مكلفا أكثر من الذي كان يتوقعه، وأنه أصبح يعاني منه وأجهزته تم إتلافها بسبب هذا الكتاب. أنا في البداية لم أكن أتوقع هذا الموقف وهذا التصرف، لكن بحثت عن حل هذه المشكلة، بحثت لها عن حل، وبدأت أبحث عن مكتبة أو مطبعة أو حتى وراقة تقوم بعمل ما كان هذا الزميل يعمله حتى تحل هذه المشكلة. ولله الحمد بعد أن بحثت وجدت أن هذه المشكلة لم تحل فقط، وإنما كانت هناك فرص غائبة عن ذهني وغائبة عن طريقي ولم أكن أراها لولا هذه المشكلة. فأصبحت أتعامل مع العديد من المطبعات، وأصبح الكتاب كتاب حقيقي بدلا أن كان مجرد مذكرة محبكة حبك متواضع جدا. والسبب أن هذه المشكلة التي حدثت أنا بحثت لها عن حل، فأصبحت المشكلة باب ومدخل لطريقة أفضل ولمخرج أفضل، ولولا هذه المشكلة لبقي الكتاب متواضعا جدا وبطريقة بدائية إلى حد ما. جيد، إذا نواصل. الخطوة الأولى من خطوات حل المشكلة هو أن نحاول أن نشخص المشكلة تشخيصا دقيقا. المشكلة كالمرض، أول شيء علينا أن نعمله هو تشخيصها. الطبيب يحتاج إلى أن يشخص المرض، صاحب المشكلة عليه أن يشخص المشكلة التي يعاني منها، لأن التشخيص هو الذي يساعد. إذا كان التشخيص في حالة المرض يساعد على العلاج، فإن التشخيص في حالة المشكلة هو الذي يساعد في حلها. ومن أجل تشخيص المشكلة علينا أن نتبع عدة خطوات. أولا، نحدد أعراض المشكلة ومظاهرها. ثانيا، أن نصنفها بشكل دقيق. فقد اعتبر ان انا امرا ما بانه مشكله، ولكن قد لا يعتبر الاخر بانه مشكله. ولكي يكون التصنيف دقيقا علينا ان لا ندمج المشاكل. يحدث خلط عند الكثير من الناس، يدمج مجموعه من المشاكل في مشكله واحده. علينا ان نجزئ المشاكل حتى نتمكن من تشخيصها تشخيصا جيدا. النقطه الثالثه المهمه في تشخيص المشكله، ان نحدد اسبابها، اي الاسباب الحقيقيه، ونرتب تلك الأسباب. بعض الناس دائما يخطئ عند تحديد أسباب المشكلة. وهناك أمثلة في حياتنا اليومية، البعض قد يذهب
في مهمة معينة، وعندما يفشل في تلك المهمة فإنه يبدأ يعيد شليط أفكاره، يتخمم في الأشخاص اللي تقابل معهم في طريقه، إلين يتذكر فلان يقول أنا اللي بيا ما نجبر هذه المشكلة لأني اليوم قابلت فلان، فلان ما يقابله حد كاع ما جبر للمشاكل. هذا يعتبر حدد أسباب خاطئة للمشكلة به اللي فلان ما عنده علاقة بالمشكلة، المشكلة عندها علاقة به هو. قصة هاني أيضا تحدث، هاي قصة حقيقية، أنا كما قلت صاحبة عالفه يقول على أنه دائما يشعر بأن هالتاكسيات يعدل عليه مؤامرة، لين يعود جاي من توجونين يقبضوا تاكسيات كاملين يعودوا ما تلاقوا من توجونين يمشوا في الاتجاه المعاكس، لين يعود جايز توجونين بالعكس يصبحوا كاملين جايز ماشي من توجونين. وهذا يتخيل هو ان الكون كامل وهالتاكسيات وهذا كامل يخطط كانوا يتامر عليه هو. هذا تحديد خاطئ لاسباب المشكله اللي حدد بشكل صحيح لقد بالتالي يجب على حل يتم يبكر كانوا يجب على يحل مشكله التاكسي، بينما هو دار للاسباب ما عندها بها علاقه. الخطوه الثانيه من هذه الخطوات هو ان عندما نحاول حل مشكله ما ميالت نعتمد اول حل خطر على بالنا، وهي قاعد دائما يوقع في كثير من الناس عند من يتخيلوا حل لهذه المشكله يتخاف سمع عايش يكونوا ينقبضوا من الحل، ما قبضوا منك حد انت مالك عاجله، فكر في حلول ثانيه في بدائل ثانيه الين تضع جميع الحلول الممكنه، حاول انك تختار الحل الافضل من بين تلك الحلول. ايضا هناك قصه نوعا ما طريفه شيئا ما تتحدث عن شخص كان يخاف من المجانين، خايف حتى من المجانين، وتم ماشي بوتو لين خسرت له عجله قدام طب المجانين، وكان الوقت اللي بدا الليل يجي اللي يبدل يدير العجله الاحتياطيه الين يقلع قشعاتها وينقال لهم بالعربيه الصواميل، ومفرد واحد ينقال له صاموله، الين يقلعهم جا مجنون ثاني وقبض ذوك ومشى بيهم، وبقى هو قدام طب المجانين في الليل هو صار خايف من المجانين. وهي فعلا مشكله وهو ما عنده منها من حل، ما فكر في حل يكون يستعاد ذوك الصواميل اللي قبض مجنون، المجنون مشى بيهم مات، جاء مجنون ثاني قال له هو قالوا انت تبان عندك مشكله، قالوا فعلا عندي مشكله، قالوا انا عندي عجله احتياط وكاقبل، قالوا الحل بسيط اقبل كل من كل عجله من ذوك الصالحات واحده من ذوك الصواميل وركب بها عجلتك، هذا حل عنده ميكانيسيات وحل معروف، لكن صاحبنا لم يتذكر هذا الحل ولم يفكر في هذا الحل وقدموا له مجنون، قالوا انه قالوا انت ما ميالتك تقعد في طابل المجانين، قالوا حتى ما ميالتك انت تقعد ماشي عاقل هون بالصيفه وانت قاعد بك تجبر الحل لهذه المشكلة البسيطة. المسألة الثانية ان نختار افضل الحلول. المسألة الثالثة ان نحاول نطور الحل المولي. ما معنى ان قبلنا حل معين ان نخلو ياك الحل بصيفته، نحاول نطوره حسب اللي نواجهه وندمجوا الحلول من اجل ناخذ بحل جيد لك المشكلة اللي نعاني منها. الخطوة الثالثة التنفيذ. التنفيذ من مرحلتين. في مرحلة تهيئة العرضية للتنفيذ وفي مرحلة بدء التنفيذ. تهيئة العرضية لا كيف المزارع من أجل قبل أن يضع البذرة عليه أن يهيئ العرضية. الطبيب سابق يعطي الدواء مولي دائما يسوى المريض إذا كان عنده حساسية إذا كان عنده أمراض جانبية يقد يعود الدواء يعالج شخص معين، لكنه بالنسبة لهذا المريض اللي عنده ضغط ولا عنده سكر يقد يسبب له مشاكل وأزمات. أنت أيضا هذا الحل يمكن أن يستخدمه شخص ولكن معك أنت قد لا ينفعك لأنك عندك انت مسائل تتعلق بك تقف عائق امام تطبيق هذا الحل. بالتالي علينا ان نعرف العرضيه بشكل دقيق التي سنحاول من خلالها، ومعرفه العرضيه علينا ان نجيب على عده اسئله. من سينفذ الحل؟ ومن سيساعد؟ ومن سيعترض؟ اي حل لابد لك من تجبر الحد يعترض، هاي المجالات جاوب عليها. السؤال الثاني متى ستبدا التنفيذ؟ ومتى ستنتهي منهم؟ هذا هو السؤال يجب انك تجيب عليه. السؤال الثالث اين سيكون مكان التنفيذ؟ والسؤال الرابع كيف ستكون خطوات التنفيذ؟ التنفيذ ما يقدر يجي دفعه واحده، لابد من خطوات ومراحل تحددها هم لي. السؤال الاخير والخامس من اجل تهيئه العرضيه ما هي كلفه هذا الحل؟ كلفته المعنويه الماديه، ما خالق حل المشكله ما عنده كلفه. وبعض الاحيان عيال تعد الكلفه اكبر من النتيجه اللي هي
تحقق من حل المشكلة. هاي يجب انك تراعي، يجب انك تحدد الكلفة وتقارنها بالحل. وبعد تهيئة العرضية نبدأ مباشرة في التنفيذ. والتنفيذ عليك ان تحرص على عدة مسائل. اولا على الجودة والاتقان، والاتقان مطلوب قاع في كل شيء سوى شنو. كل عمل ستقوم به عليك ان تحاول ان تتقنه. المسألة الثانية المرونة، عليك ان تكون مرنا هنا استخدام الحل. انا اخترت هذا الحل من مجموعة حلول. يقال هنا تطبيقه واجهت بعض المشاكل، يجب اني اكون مرن ونغير له شوي لين يتناسب مع ذيك المشاكل اللي واجهت. يقال ما معنى اني نلغي الحل نهائيا؟ ذيك ما تاتي هي المرونة. المرونة تحاول تكيفه مع المستجدات اللي خلقت. المسألة الثالثة الصبر وعدم الاستعجال. ما علينا لا نستعجل ونقول الحل قد فشل في وقت مبكر، علينا ان نصبر قليلا على الحل. الخطوة الرابعة من هذه الخطوات هي التقويم. عددنا مجموعة حلول، اخترنا واحد منها وطبقناه، بعد تطبيقه نحاول نقوم ذا الحل اذا كان اعطى نتيجة ولا ما اعطاها. والتقويم يعتمد على مسائل قابلة للقياس نقيسها قاع مباشرة، ولكن هناك مسائل ليست قابلة للقياس. المشكلة ما هي كيفية الهدف، الهدف يجب أن يكون قابل للقياس، لكن المشكلة نحن لا نتحكم فيها، قد تكون غير قابلة للقياس. هناك نعتمد على مؤشرات، نعتمد في هذه الحالة على مؤشرات نعرف إذا كان الحل أعطانا نتيجة أو لم يعطي نتيجة، وذلك من خلال التأمل في مظاهر المشكلة. مثلا شخص عنده كانت مشكلة ضعف في اللغة، هذه هي مشكلته، عنده ضعف في اللغة وعدل له حل انه يقبل حصص اضافيه. بعد تطبيق الحل هنا تقويم الحل شي عدل يخلص مثلا نتائجه في ذيك الماده سابق الحل وعاقب الحل. اذا عدت النتائج تحسنت معناه ان فعلا الحل اعطى نتيجه، اذا عدت ما تحسنت وما زال الاجبار النتائج السيئه اللي كان يجبر سابق تطبيق الحل معناه ان الحل ما اصلح ويقبل، بالتالي يقول هذا الحل ما هو صالح وفكر في الحلول الثالثه الثانية اللي كانوا البدائل اللي وضع عند منين ديك الساعة وضع الحلول. طبعا ممارسة هاي المهارات وممارسة هاي التقنيات مع الوقت تدربنا على حل المشكلة وحل المشاكل، ويصبح نجد قاع في حل المشاكل نفسه متعة بدلا من كان يعود مسألة صعبة. حال الناس العادي مع المشاكل انقسموا لثلاث مشاكل، أنا هون نتحدث عن الناس العادي. وهذا اللي يظهر من خلال الشكل اللي يظهر على التلفزه. فما ثلاث اشكال من الناس. بعض الناس يضخم المشكله ويهولها، وهذا موجود. كيف صاحبنا اللي ضربنا به مثل مشكلته مع النقل ضخمها وهولها عن طبيعته، وهذا عاده من نوع من الناس يصاب باليأس والاحباط، لانه يحول المشكله لمساله ضخمه ما يقدر يحلها. النوع الثاني من الناس ينظر الى المشكله كما هي، لا يزيد منها ولا ينقص منها، وهذا دائما يضع حل صعب. النوع الثالث من الناس يقلل من المشكلة ولا قاعين فيها ويعتبرها ما هي موجودة، وهذا النوع من الناس النتيجة انه تتراكم عليه المشاكل وتتضخم وفي الوقت اللي يحاولين فيها. هذا هم الناس العاديين تعامل مع المشاكل. خالقة فئة ثالثة من الناس، وهي الفئة بيئة الناجحين، في أولئك الذين يضعون بصمة في الحياة يتعاملون مع المشاكل بطريقة أخرى، كما قلنا سابقا يتعاملون كما تتعامل حبات البن مع الماء المغلي. هؤلاء يستثمرون المشاكل، وهؤلاء هم الذين يصعدون عادة في القمة. علينا أن نتعلم من حبات البن التي تحدثنا عنها في بداية القصة، وعلينا أن نتعلم أيضا مع قصة الحصان، وهي قصة مشهورة. يحكى أن عجوز كان يسكن في قرية وكان عنده حاسي وكان عنده مات له في الماء وكان عنده حصان الشيبة ولات له يؤدي أي مهمة. في يوم من الأيام سقط ذاك الحصان في ذاك الحاسي، جبر لها العجوز الرمية الصادفة طير لين يتخلص من الحاسي يتخلص من الحصان. جماعة القرية وقال لهم أنهم يردموا الحصان، وعادوا يقبضوا سطل ويملاوه من التراب ويضعه فوق الحصان، وكل ما جاء الحصان شي من التراب ينفضه ويضعه تحت اقدامه ويصعد شوي. الين فاجئهم الحصان بعد مده هو الحصان خال من الحاسي. هما كانوا يحاولوا يقتلوه، هاي المشكله حولها الحصان لسبب من اسباب النجاه،
من موت محقق كان استثمر هذه المشكلة واستثمرها بشكل إيجابي. هذه معلومة سريعة وعندها علاقة بالموضوع. عند الصينيين المشكلة يسموها بالفرصة، في لغتهم من المشكلة ما يسموها بالمشكلة، يسموها فرصة. وبالتالي ربما يكون هذا واحد من الأسرار اللي أدت بهم للنجاح. المهم علينا جميعا أن نعتبر أن المشكلة هي فرص تتاح لنا. وبهذا نصل إلى نهاية الحلقة والتي ختمتها بضاء، وهي ضاء أيضا كما قلت جاءت نتيجة لمشاكل هذه الحلقة أو حتى لمشاكل هذه الحلقة، هي كلمة صغتها أنا وتقول: قبل أن تنزعج من المشكلة التي تقف ببابك عليك أولا أن ترحب بالفرصة التي تقف خلفها. مع كل مشكلة تأتيك هناك فرصة تقف خلفها. قبل أن تلعن تلك المشكلة عليك أولا أن ترحب بالفرصة التي تقف خلف تلك المشكلة، وعليك أن تستثمرها. هاي الطريقة الوحيدة للصعود إلى القمة، هاي الطريقة الوحيدة التي كان يستخدمها الناجحون للتعامل مع المشاكل. علينا أن نستخدمها جميعا إلى ما أردنا أن نصعد إلى القمة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة صوما مقبولا، وإلى إلى بعد غد مع خطوة قادمة. أستودعكم الله، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سأحرر قدراتي، أمتطي العزم بتي، أتخلص من خمولي وأراني كالثريا. يا أخي شد الهمة واخطو خطوة نحو القمة.